هلو، السلام عليكم. راح تكون السيريز توتوريال، السيريز بتاع توتوريالات هنتكلم فيها عن برودكشن اوبتمايزيشن يوزنج PipeSim 2000.1. التوتوريالات هتكون عموما في جزئين، لكن انا هحاول اركز دائما على الجزء بتاع هاو تو يوز السوفت وير، هاو تو بروديوس الريزلت، how to refine your data input and تصل الـ optimal input، يعني الجزئية بتاعت الـ production optimization في حد ذاته تكون بس بشكل points أو نوتس صغيرة، لأنها already بتكون available في كمية من المصادر. طيب النسخة اللي هنستخدمها هي PipeSim 2018.2، هي للأسف cracked version، لكن لأنه ما في إمكانية نتحصل على الريل لايسنس مش المرجع. فكل التوتوريالات دي هي إديوكيشن غير روتيت أولي. بالنسبة للسوفت وير في حد ذاته، في الداونلود لينك بالإضافة لهاو تو انستول ذيس فيرجن أوريدي أفيلابل في الكومنت، ممكن تشوفوها مع ال نشوفوها مع البلاي ليست. طيب البايبسيم عموما من الاسم بايب سيميوليتر، فالمين تارجت بالنسبه له هو تسيميوليت البروس انفايرمنت بغض النظر عن هل هي من الداون هول مرورا بالفلو باث اللي هو التيوبنج، بعد ذلك انت سيرفيس الفلو لاين، أزر برودكشن فاسيلتي زي كيو سوبريتر، ممكن يعمل انالايزنج للبمبس اتسيتر. مبدئيا نشتغل باكزامبل بسيط، انه هاو تو ديزاين ناتشرال فلو وهاو تو بروديوس ريزلت. هنبدا بنيو نيو واي عشان بيفز لك بالنسبة لك من شكل الموديل بيكون عامل كيف. وبرضو نتعرف على الانترفيس بتاعت الباب. التصوير عموما هو عبارة عن 3 بار. الفيرست بار هو الفيزيكال بار، الول حتى زادة الفيزيكال بار من الول اللي هو بيضم الريزرفوار الكاسينج الكيوبينج كل الاكيوبمنت الممكن منزلة، وبعد ذاك الفلويد بار عندي جزئية معينة هندخلها جوه هنشوفها، بلس الارتفيشال ليفتنج ارتفيشال ليفتنج اكويبمنت اللي هي نتيجة من الجاز الاي اس بي البي تي بي الروتوم او اي اكويبمنت ممكن نعمل لها امبلمنتيشن زي ما في واحنا هنشوفها من ضمن الخيارات المتاحه بالنسبه لنا في التوتوريال اللي هي الهيدروليك جيت بوم. طيب مبدئيا اول خطوه دائما هي انه تكريت فيزيكال موديل. الفيزيكال موديل هنبدا ان نعمل كاتل اللي هي دراج اند دروب كيسنج، اذا دوسنا كليك على الاكوبمنت نلاحظ فورا مباشره هنحط عليها مكتب مخطط ليها اللي هو ممكن ندخل فيه الكورسبوندنج داتا. طيب والويل اللي انا بتكلم عنها هنا هي ناتشرال فلو ويل فيها 958 انش كاسنج لحد 5500 فيت، فيها لاينر من 5500 فيت لحد 7000 فيت. طيب عشان نقدر ندخل او نعرف للبرنامج انه انا عندي كاسنج وبرضه عندي لاينر، لازم احول الموديل هنا لديتيل، بعد ذلك نجم بيت انذر كيسنج ونختار التايب على اساس انه لاينر. طيب قلنا انه الكيسنج هو لحد 5500، اللاينر في الغالب برضه بيكون اعلى شويه من البرودكشن كيسنج اللي هو هنا هيكون 5، وعلى حسب ان هو ده هنا الانترميديت كيسنج بيكون 5450 مثلا. طيب قلنا الاي دي بتاع على الانترميديت كاسنج هو 958 اللي هي 9.625 انش،
البرودكشن كاسري برودكشن لاينر فوق 7 7 انشز. طيب هنا لانه انا عارف الارقام دخلتها مباشره، لكن ممكن اذا عايز الويندو الصغيره دي هنا ممكن تفتح لك الكتالوج. طيب من الكتالوج بقى انت تحدد مثلا الفايل والسبع انش والكلام فور اكزامبل بكل السبع انش المتاحه، اللي هو هيديك هنا الثكنس الويت الرفنس اتسترا. بعد ده الجريد تحدد. طيب في حاجه مهمه هنا اللي هي الطب اوبشنال بالنسبه لايه؟ بالنسبه للاينر. الطب اوبشنال بالنسبه للاينر هو الام دي او الستارت اب ام دي بالنسبه للاينر فيه هتحددها بان ممكن احسن 5450. طيب تنبيه مهم برضو اللي هي المسج المسج سنتر. المسج سنتر بتديك الايروس الورمنج انفورميشن او اذا عندك كم كيس ستادي برضها امكانيه ممكن تتعامل معها. ممكن كل مره نيجي لقدام مثلا هنا الايرور الموجود هنا بقول لك نوت سولفبل نو فاليد فلو باث ماسك فلو باث اللي هي لانه ما في كيوبينج ما في ريزرفوار لسه ما كملنا الديزاين. طيب السكند ستيب هي ان نضيف الريزرفوار. الريزرفوار الدبس بتاعه هو راوند 6500. السامبل هو هنا في في كومبليشن دي برضه كليك او دراج اند دروب نفس الطريقه اللي استخدمنا بيها الكاسين. بعد ذلك ممكن نتحكم في الدبس بتاع الريزرفوار، ممكن نحط في اي حته. بعد ذلك كليك انا كان تشينج ذا دبس فروم هير من الميدل الميدل. الداتا الثانيه المحتاجين لها من داتا الريزرفوار هي الريزرفوار بريشر تمبريتشر البرودكتيفيتي اندكس ده كان، لكن ده في حاله انه كان الاي بي ار موديل هو هو ويل بي اي. ويل بي اي هو اللي بيعتمد على الجن من الايكويشن بتاع كيو تساوي جي في في دلتا بي اللي هي دلتا بي البي ار ماينس البي دبليو في الريزرفوار الداون هول بريشر الداون هول بريشر. طيب في كم موديل ثاني؟ فور اكزامبل الفوجل موديل اللي هو اللي بيعتمد على الابسوليوت اوبن فلو والكوفيشنت بتاع بتاع فوجل فيتكوفيتش اللي هو ده فيه الاكسبوننت ان برضه جونز اللي هو فيه الفاكتورز اي اي وبي الباك بريشر ايكويشن. الباك بريشر ايكويشن اللي هي مينلي تستخدم في حاله في حاله الغاز وبرضها فيها كونستانت سي بلس سلوب ان. نورمال دارسي اللي هي من اشبه بكأن حاجه من المبادئ الاوليه يعني، لانه هنا انت بتحتاج تدخل الريزرفوار ثيكنس الدايمتر اللي هي من الايكويشنز بتاعت دارسي الانيشال دارسي بارامتر. طيب برضه جزء مهم في الدارسي اللي هو الكالكوليشنز بتاعت سكن السكن افكت. لكن هنا مبدئيا احنا هنتعامل مع الويل بي اي هي هتكون البيز بتاع شغل الريزرفوار بريشر بالاكزامبل اللي هو 3500 بي اس اي. التمبريتشر هي 220 فهرنهايت والبروتكتيفيتي اندكس هو 1.5 اف تي بي بير دي بير بي اس اي. في تنبيه مهم هنا اللي هو بالنسبه ل اليونتس. اليونتس انت ممكن تغير اليونتس مباشرة من هنا اذا مثلا يو بريفيرد مثلا الام بي اي انستيد اوف البي اس اي اوتوماتيكلي اليونت ويل بي ويل بي كالكوليتد. لكن شيء مهم انه اذا انت مثلا عندك البريشر مثلا بالام بي اي واليونت كانت بالبي اس اي فمن الافضل انه تغير اليونت اول بعدها تكتب تكتب الرقم. طيب كده باقي لنا بعد التيوبينج اللي هو برضه دراج اند دروب. التيوبينج هو قاعد في الدبس اوف 6000 فيت. طيب غير التيوبينج عندنا باكر
قاعد في الدبس بتاع 5900 الباكر اللي هو المين ديوتي بتاعته انه تو ايزوليت الكيسنج من التيوبين بحيث انه نضمن انه يكون عندنا الفلو بس اللي هي الجرين اروس الواحد لادي الجرين اروس يكون ماشيه بس من ناحيه من التيوبين الباكر الدبس بتاعه في 5900. طيب لو جينا هنا في الفاليديشن ستيل هيكون في ايرور اللي هو نلقى انه نقص الشيتد فلويد فلازم مبدئيا يكون عندنا تعريف لشنو نوع الفلويد المري في الويلدين. طيب مبدئيا الفلويد تايبس اللي هي البلاك اويل موديل دي معظمها هي البلاك اويل موديل اللي هي يا اما دراي جاز لايت جاز لايت اويل بلس جاز هيفي اويل بلس جاز ديد اويل اور ووتر دي كلها تعتبر انها دراي اويل بلاك اويل. ففي حالة البلاك اويل لانه ما بيحتاج مننا غير المين فاكتور بالنسبة ليه بالنسبة للكروت يعني مثلا الوتر كاب في حالة الويلد هي 10% الجوار هي 2000 والاي بي اي هو 6 36. طيب في الديفولت فاليوز اللي هي مثلا بالنسبه للجاز سبيسيفيك جرافيتي او الوتر سبيسيفيك جرافيتي ممكن نخدها زي ما هي او لو عندنا الداتا الحقيقيه ممكن نغيرها. طيب بما انه ده هو لايت اويل فما حنحتاج الديسكاست كورليشن ولا حتى كاليبريشن بالنسبه للبي بي. طيب شنو الاكزامبلز الثانيه بالنسبه للفلويد اللي هي من هنا هنلقى انه عندنا كومبوزيشنال موديل اللي هو الكومبوزيشنال موديل انفولفنج انه نعمل ديفايننج للمول فراكشن بالنسبه ليه بالنسبه للفلويد يعني مش بندخل المين بروبرتيز اي بي اي ووتر كاب جي ار نو هنا وي نيد تو ديفاين المول فراكشن اللي هو سي 1 سي 2 سي 3 سي 4 اي تي سي لحد مثلا سي 56 بلس لازم ندخل المول فراكشن لكل واحد منها او يكون عندنا بي في تي فايل جاي منه من سيميليتر ثاني او يكون عندنا ملتي فلاش فايل. الملتي فلاش حنجي نشتغل له تيتوريال خاص له نشوف شنو هو نوع الفورمات اللي بيطلعها الملتي فلاش. لكن دخلنا الداتا بتاعت الفلويد ممكن مباشره نجي هنا في الفاليديشن نلقى انه ما عندنا اي ايرورز ما عندنا اي ورقة. طيب في حاجتين ثاني مهمات اللي هم الهيت ترانسفير. طيب الهيت ترانسفير المهم فيها هي السويل تمبريتشر لانه بعدها حتدينا انديكيتر لانه الكرود هو جاي طالع من الويل الترانسفيرنج للهيت حيحصل بالاضافه برضه للسيكت حيحصل على الفلو لاين. مثلا فور اكزامبل بالنسبه للاكزامبل بتاعنا ده هناخد 35 درجه سويل تمبريتشر في ترانسفير كوفيشن خليه 2 زي ما هو. طيب بالنسبه للسيرفيس يونت الويل هتكون هي كونكتد للفلو لاين لكن الكونكشن ده لازم يكون في جنكشن اول حتى بعد ذلك بنوصل الويل. لاحظ هنا تغيير شكل السهم من الريد كروس للبلاك بعد ذلك نوصل بين الويل وما بين ما بين الجنكشن. طيب الريد بوكس حوالينا الفلو لاين معناها انه في كميه بتاع الداتا ما موجوده. طيب اول بارامتر هو الانسايد دايمتر هو 4 انشز بالنسبه للفلو لاين ده. الشيء الثاني ريت اوف انجيوليشن كده اول شيء ندخل الهورزونتال ديستانس عشان نشوف يعني شنو ريت اوف انجيوليشن. مثلا اذا كان الهورزونتال ديستانس بالنسبه للفلو لاين ده هي 1000 فيت هنلاقي انه في ال 1000 فيت دي عندنا 5 فيت الديفرنس بتاع ارتفاع اللي هي. لكن اذا جينا حولنا دي للزيرو بحيث انه نضمن يكون عندنا ستريت فلو لاين من الزيرو لحد الالف فيت. بعد ذلك ممكن نجي هنا عشان نتحكم في الهيت ترانسفير فاكتور انه هل الفلو لاين ده انزوليتد هل هو انزوليتد وهكذا اللي هي دي بتغير لنا في قيمه الهيت ترانسفير كوفيشن. مثلا لو جينا بار ان 20 كوتد 2 انزوليتد 0.2 يوزر سبلاي اللي هي بعد ما ندخل القيمه بتاعت
نحلق كأن احنا هنكتفي بين الانزوليتد انزوليتد فلو لاين. طيب بعدنا ممكن نجي نشوف نوع الاناليسيس اللي ممكن نعمل. طيب اول اناليسيس ممكن نعمله هو البي تي بروفايل اللي هو البريشر تمبريتشر بريشر تمبريتشر بروفايل. البايب سيم دائما بيعتمد على الباوندريز، يعني زي ما مدخلين الانيشال كونديشن برضه لازم ندخل انه الاوتلت كونديشن شكلها شكلها كيف. طيب الاوتلت بريشر في السيناريو بتاعنا ده هو 290 بي اس اي اللي هي في الرينج بتاع الراوند 2 ام بي اي اكزاكتلي اللي هو 290 او 290 بي اس اي. طيب الشيء المهم برضه انه اللوكيشن بتاع الاوتلت وين هو؟ هل هو في الويل هيد؟ هل هو عند الفلو لاين ولا هو اللي هو عند الجي؟ الجي هي طلعت لنا الجي هي الجنكشن ما بعد الفلو لاين. طيب دي نقطة مهمة ليها لكن حنجيها بعد شوية. بعد ذاك الرن شوف شنو الايفكت بتاع او هاو الولدي البرفورمانس بتاعه. مبدئيا اهم معلومه نحن ممكن نعرفها من هنا اللي هو انه الفلو ريت كم قيمه الفلو ريت. من هنا ظاهر انه الولد بتنتج ب 2708 برميل في اليوم. الريزرفوار بريشر هو 3500 هنا. بعد ذلك البي دبليو اس هو في اراوند 1700. طيب والسيرفس بريشر اللي هو في اراوند 300 او 290 اللي هي الاثنين ام بي دخلنا. طيب من الكيرف ده شنو ثاني المعلومات المهمه اللي ممكن نعرفها اللي هي مبدئيا مثلا من اجل السيفتي بتاعه الفلو لاين اللي هي الايروجينال فلو فيلوسيتي. الايروجينال فلو فيلوسيتي او هي الايروجينال ريشيو دائما القيمه بتاعتها تتراوح ما بين الزيرو ما بين الون. اذا كانت قيمة الايروجينال فيلوسيتي اكثر من 1 فمعناها نحن هنا في مشكلة حقيقية جدا، بالذات في المنطقة ما بين 1 وما بين 2 هنا في حاجة السرعة بتاعتها عالية جدا لدرجة انها ممكن تتخطى الوضع التصميمي بالنسبة للفلو لاين. طيب الشيء المهم ثاني اللي هو الفلو باترن هنا بتتوصف دائما بأرقام. طيب عشان نشوف الكي او المفتاح بتاع الفلو باترن ممكن نجي هنا في المين منيو بتاعت البايب سيم نجي الهيلب بايب سيم هيلب. بعد ذلك مثلا في السيرش نكتب فلو باترن نعمل ليستنج للتوبيك نجي الفلو ريجيمز. طيب في الفلو ريجيمز عموما مدخل لها الفلو ريجيمز اللي هي بتوصف العلاقة ما بين الفلو بتاع الغاز بتاع الليكويد الاثنين مع بعض في حالة اذا كان فيرتيكال مثلا او اذا كان هوريزونتال في كمية بتاع الفلو ريجيمز. لكن دي مثلا المين فور اللي هو البابل السلاك الشير والانيولار او باسم ثاني هو المس. طيب البايبسين بيتعامل مع الفلو ريجيمز نمبر اللي هي لاحظ هنا انيولار اثنين سلاك ثلاثة. فدي طوال التفسير بتاعه هو في الكيرف اللي عندنا. طيب دي كانت مفسرة مبدئيا في الداون هول عند الـ او على مسار على طول البير اللي هي من المسافة من الزيرو لحد من ال 6500 لحد الزيرو انه كان الفلو ريجيم هو كان ثلاثة. لكن بعد ذلك متغير على حسب طول الفلان. طيب ممكن الكيرف ده ثاني مثلا برضه نجيبه بطريقه احسن اللي هو اذا جبنا الفلوري جيم في الاكس اكسس جبنا في الواي اكسس في الاكس اكسس جبنا التوتال بس. يلا دي كده تدينا انديكيتر واضح لانه الحاصل شنو اللي هو ان هنا فلوري جيم ثلاثة هو سلاك فلو طوالي دي مربوطه بالاوريجينال فلو فيلوسوفي. سلاك فلو معناها انه انا عندي سلاك بتاع ليكويد او سلاك بتاع غاز مره في نص الليكويد دي بتقوم تخلق ديستابلايزيشن في البريشر. ده واضح
مثلا في الـ في الـ في الـ في الجراف هنا انه على طول البير اللي هي من الزيرو لحد 6500 انه عندك سلكس الويل بتصرف شغاله في شيء سلكس. لكن اول ما الفلو وصل السيرفيس اللي هي بعد ما الفلو يتحول لانه بيجا فلو ريجيم رقم 7 نيجي برضه هنا فلو ريجيم رقم 7 هو الانترميتنت. الانترميتنت فلو اللي هو نوعا ما بيجا عندنا استابلايزيشن في الفلو واحسن من من السلكس. طيب بعد ذاك بعد يعني في نص الفلو لاين لاحظت من 6500 ل 500 ثانيه انه الفلو تحول ل 8 اللي هي 8 هي الديستريبيوتد فلو اللي هو نوعا ما برضه احسن من احسن من ال من الاستراك من الـ اللي هو هنا قلنا هنا شنو رقم 7 اللي هو احسن من الانترميتنت من الانترميتنت فلو. كل ما انت ماشي كده من هنا كل ما كان كميه الغاز الجاي طالع بتكون اقل وكان الفلو نوعا ما ماشي في حاله ستابلايزيشن. طيب تاني برضو من الحاجات المهمه اللي ممكن نعرفها من هنا اللي هي مثلا الفلوينج جاز فلوريت. لاحظ الفلوينج جاز فلوريت بيتغير من 3.2 لحد ما يصل 4.7 او مثلا في السيرفيس. بعد ذلك مثلا ممكن نشوف برضو ليكويد فلوريت اللي هي للماكسيموم برودكشن بتاع اللي هيكون في الرينج بتاع 2700. التشينج الحاصل هنا اذا جينا رسمنا الجاز فلوريت معاها في نفس الفلوينج جاز فلوريت تلاحظ تماما انه التشينج الحاصل ده وحاصل بسبب انه الجاز بقى مور فاستر ذان الليكويد في الاريا دي وبقى هو ماشي اسرع. ده اللي بيتسبب لنا في انه بيحصل دروب في الليكويد في التوتال ليكويد برودكشن. طيب برضو انديكيتر كويس جدا للحاله دي اللي هي الدروب في الليكويد برودكشن او الانكريس في الجاز برودكشن اللي هو الليكويد هولد اب. لاحظ الليكويد هولد اب في حاله كل ما في حاله ده انسايد الويل اللي هي من الزيرو ل 6500 لاحظ كل ما انت متحرك بعيد من البطن هول كل ما الليكويد هولد اب ماشي اقل اقل اقل. اللي هي دي معناها شنو؟ معناها ان انا عندي مور جاز وليس ليس ليكويد. ممكن طوالي اذا جينا رسمنا معاها الجاز هولد اب طوالي الهولد اب ببساطه هو النسبه بتاعت الليكويد للجاز في سكشن معين. جاز سكشن طيب تاني مثلا ممكن برضو نعرف الديستريبيوشن بتاع التمبريتشر. نوعا ما الديستريبيوشن بتاع التمبريتشر هو هنا ما مهم شديد لانه اللايت اويل ما بيفقد التمبريتشر بتاعته بسهوله بالنسبه للسراوندنج. لكن التمبريتشر بتتغير من 220 في الريزرفوار لحد الرينج بتاع 180 فهرنهايت في السيرفر. طيب برضو الفسكوستي ما عندها اي تأثير. قلنا واحدة من الحياة المهمة اللي هي الروجنال فيلوسيتي ريشيو اللي هي قبل ما شفناها بالافكت بتاع بالتوتال ديستنس. لكن واضح تماما انه في بعد 500 فيت من التيوبينج يحصل زي فاريشن كبير جدا جدا انه الروجنال فيلوسيتي يكون اكثر من واحد. دي بتسبب لنا مشكلة كبيرة في انه
الفلو بيكون بيكون انستابل وممكن ممكن يحصل دمج للتيرنج. لكن اول ما الفلو وصلت سيرفيس بترجع الاوريجينال فلو فيلوسيتي طوالي الطاقه دي مباشره ممكن تتربط بالغاز الفلوينج غاز فلو فلوينج غاز فلو اللي كله انه كل ما زاد الفلوينج غاز فلو كل ما زادت النسبه بتاعت الاوريجينال فلو فيلوسيتي. يعني تقريبا دي كل الفاكتورز ممكن نتعامل معها في حاله البريشر تمبريتشر بريشر تمبريتشر بروفايل. شيء ثاني مهم في حاله البريشر تمبريتشر بروفايل اللي هو مثلا اذا عايزين نعمل سنسيتيفيتي مثلا واحد من اهم السنسيتيفيتي اللي هو الافكت بتاع الانلت بريشر انه هيحصل شنو اذا حصل دروب للريزرفوار بريشر مثلا الريزرفوار بريشر غير من 3500 ل 3000 ل 2500 نكتفي بالثري فاكتورز بس عشان التفسير يكون واضح. اول حاجه مبدئيا لاحظ انه هيكون في دروب في الفلوريد من 2700 للرينج بتاع 1700 لاحظ برضه شكل البريشر هيكون شكل كده. طيب ثاني برضه الاوتلت بريشر اذا غيرنا الاوتلت بريشر من ال 290 مثلا غير بيجا 190 او بيجا 390 ناخد واحد اكبر واحد شنو هيحصل بالنسبه للفلوريد. لاحظ انه كل ما زدنا الفلوريد زدنا الاوتلت بريشر كل ما زاد الفلوريد كل ما قل الاوتلت بريشر كل ما زدنا الفلوريد كل ما زدنا الاوتلت بريشر سوري كل ما قل الفلوريد كل ما قللنا الاوتلت بريشر كل ما زاد الفلوريد. يعني اذا قللنا الاوتلت بريشر للرينج بتاع 190 بي اس اي هنحصل على 700 برميل بتاع فوائد اكثر. طيب واحد من السنسيتيفيتي ذات المهمه ثاني اللي هي الووتر كاب شنو اللي بيحصل اذا تغيرت الووتر كاب مثلا الووتر كاب هنا عندنا 10 ده بقت 20 او 50 مثلا او 70 شنو اللي هيحصل للولد. طيب مين اللي هتلاحظ انه الفلو ريت اتغير من 2700 لحد 2500 يعني كانه مبدئيا الفلوريد الووتر كاب تشينج ما عنده افكت كبير على الفلوريد. لكن هيحصل شنو لو الووتر كاب وصلت 90 مثلا او وصلت 100% يعني نظيم ثاني لاحظ انه اذا الووتر كاب وصلت 90 الفلوريد حيقل حد الرينج بتاع 1900 اذا الووتر كاب وصلت 100% الفلوريد هيصل للرينج بتاع 600 ده بالنسبه للليكويد. لو كانت الجي او ار بسيطه يعني احنا عندنا الجي او ار هي عباره عن 2000 لو كانت قيمه الجي او ار بسيطه فده مباشره الولد هيحصل ليها حتم هنا لانه عندنا كميه كبيره من الغاز في الريزرفوار عشان كده انا بقدر انتج حتى الووتر ممكن انتجه. طيب ممكن كفاكتور ثاني اللي هو شيء مهم جدا جدا اللي هو الانسايد دايمتر بتاع التيوبنج كيف بيأثر على الفلو بتاع الولد. كمان هناخد 2.5 2.875 و 3 3.5 و 4 نشوف الافكت بتاع التيوبنج. ما واضح تماما انه كل ما زدنا التيوبنج دايمتر كل ما زاد عندنا الفلوريت لحد ما يصل للرينج بتاع 3700 لكن برضه لاحظ التشينج بتاع بي دبليو اف انه البي دبليو اف في حاله كان الفلو الانسايد دايمتر هو 2 بعدها كل مره هتزيد لحد ما تصل تقل لحد ما تصل ل 1000 بي اس اي في حاله اللارجر دايمتر. فاكتور ثاني مهم في حاله التشينج بتاع التيوبنج اللي هو اللي اتكلمنا عنه قبل اللي هو الاروجنال فلو فيلوسيتي ممكن برضه نجي نحول الجراف للتوتال ديستانس ونشوف الاروجنال فلو فيلوسيتي الاروجنال فيلوسيتي ريشيو شكلها هيكون كيف.
المفروض نلاحظ هنا ليه في حالة الفور انش دايمتر. لاحظ ان الفور انش دايمتر هو الموست سيف كونديشن بالنسبة للوز، انه هنا الفلور الاروجين فلو فيلوسفي هتكون اقل من واحد على طول الفلو، وهتكون اعلى من واحد بشوية بس في نهاية الفلو، لكن بقية الفور لاين بقية التيومينج كلها هتكون اعلى من اعلى من الواحد عموما. طيب برضو ممكن نشوف الافكت بتاع الليكويد هولد اب في حالة غيرنا التيومينج، لانه الليكويد هولد اب برضو مربوط مباشرة ب الدايمتر. برضو نلاحظ انه اللارجر دايمتر عنده اقل هولد اب، كل ما قل الدايمتر كل ما زادت قيمة الليكويد هولد اب. مثلا ثاني دارين نجي نتحكم، دارين نجي نضيف اضافة تخلينا نقدر نتحكم في البرفورمانس بتاع الليير. واحدة من التولز اللي ممكن نستخدمها اللي هي التشوك سايز. طيب عشان نضيف تشوك سايز، تشوك سايز في الغالب بيكون موصل مع الفلور لاين وهو بيكون في الويل هيد، لكن هنا من اجل الالستريشن او السيميليتر بيتعامل معه على اساس انه هو كونكتد بكونكتر. الكونكتر هو وصيله بتاع الكونكشن لكن من غير ما بيكون عنده اكشوال دايمتر. طيب التوك سايز بيتوصف حاجه اسمها البين سايز، اللي هي انه السايز بتاع التوك قيمته كم. طيب الكونفشنال بالنسبه لي انا هو في بالمليمتر، اللي هي بتتراوح ما بين 7 مليمتر مثلا لحد 60 مليمتر. مثلا مبدئيا هنستخدم 50 مليمتر. ممكن مباشرة ترجع برضو للـ ABI 14B عشان تعرف correlation required، لانه الاول بقية البروبرتيز الخاصة بالتشوك سايز. طيب في حاجة اسمها critical pressure ratio اللي هو between الـ inlet والـ outlet بتاع الشوك سايز، ممكن نخليها ديفولت هنا او اذا خلينا كالكوليت بعدها قوة هيعملها كالكوليت بالكويجن بتاعت اشفورد بيس، لكن احنا هنا نخليها سبيسيفايد، نخلي الديفولت بتاعت البايبسين. الابستريم بايب اي دي اللي هي 4 انش بتاعت الفولاين. طيب ممكن نجي نرين تاني البريشر تمبريتشر بروفايل، نشيل نشيل السنسيتيفيتي برا. بعد ذلك برضو هيكون عندنا حاجة مهمة هنا، انه هنا ال 290 هي عند وين؟ هي عند الشوك، هي عند الريهد، لكن نخليها عند الشوك ونرن تاني. لاحظ مبدئيا انه الفلو ريت قل من ال 2700 ل 2600. إذا عايزين نعرف الإفكت بتاع التشوك سايز ممكن نجي نغير البين سايز اللي هي مثلا من 7 مليمتر ل 10 مليمتر، 15 20 مثلا 30 40 و 50 مليمتر. نشوف كيف التشوك سايز هيأثر على الفلو ريت بتاع التعبة. لاحظ طوال هنا انه الفلو ريت كل ما قل التشوك سايز كل ما قل الفلو ريت، هيكون عندك ماكسيموم فلو ريت في حاله ال 50 ملم اللي هي الماكسيموم تشوك سايز بالنسبه لك. طيب لكن دي طواله حتودينا لحته مهمه جدا اللي هي ثاني نرجع عليها، الحته بتاعت الاروجنال فيلوسفي اللي هي عشان نصل للسيفست ديزاين بالنسبه لي بالنسبه للويل. الاروجنال فيلوسيتي ريشيو برضو لاحظ ان في حالة التشوك سايز كان اقل التشوك سايز الاروجنال فيلوسيتي ريشيو في السيف زون سيف زون، لكن اول ما التشوك سايز يكون اكثر من 0.3937 اللي هي دي هي ال 1.8 اللي هي دي ال 30 ملم،
ده 40 مليمتر، ده 50 مليمتر. بعد هنا بتجيك المشكلة بتاعت انه يكون عندك هاي ايروجينال ايروجينال فيلوسيتي. ممكن الكيرف ده نظبطه في حتة تانية بطريقة تانية كونفنشنال شغالين بيها من جبال. هنا دي قلنا الايروجينال فيلوسيتي الريشيو كده واضح جدا انه كل ما زادت الشوك سايز على 30 مليمتر كل ما هيكون عندك مشكلة في مشكلة في الديزاين. برضو مباشرة من هنا ممكن نيجي نشوف الفلو باترن، فلو باترن بالنسبة للغاز، بالنسبة للغاز والليكويد. الفلو باترن في حالة اللو شوك سايز، في حالة اللو شوك سايز هيكون مختلف نوعا ما. طيب هنا ما حتكون ظاهرة لأنه الكيرفات كلها نوعا ما منطبقة على بعض، لكن ممكن نيجي نحول الجدول ل لنمبر ونشوف انه ده هنا لما كان التوك سايز كان 10، التوك سايز لما كان معدات نلاحظ التشينج هنا في ده هنا 3 وده هنا ده هنا 4. نرجع طوالي لل كانه شكل الفلو هنا تغير اول ما زاد التوك سايز عن 15 مليمتر، بعد ذلك تقريبا من 15 مليمتر وانت ماشي لقدام، ما عدا هنا في حالة ال 30 مليمتر انه عندك 8 اللي هو الانترميتن فلو جاك بعد جاك بعد 8 كده. مبدئيا ممكن نكتفي بالشدة عشان الانتظار ما تكون طويلة نوعا ما تكون ستيبل ونقدر نمشي منها لقدام.